مرحبا، صار وقت حلقة جديدة من بوب كويز، واليوم مع الممثل مجدي مشموشة. هاي مجدي. هاي. جاهز للأسئلة؟ ايه علية النابرة. انه محمس. مرحبا. انه محمس. ايه هادي وشو فكرت فيلم لبنان اخر فترة؟ اكيد وبنصح الكل يفلو. ليه بعد ما فلقت؟ بدي فل، يعني اذا بصح لي فرصة فل، بس طوليت بالنسبة لألي. يعني هلا بدي شف لي شيء هيك بتضيع عندي شيء زيتوني. اعمل لي هيك بيت صغير حدا واقعد هونيك. كم مره فكرت اخر فتره فيلم وقلت لبنان. لا بينك وبين حالك انه ما بقى بدك تمثل؟ لا ولا مره فكرت هيك. بصراحه انه ما بعرف اعمل شيء تاني، يعني انه انا هيدي المهنه اللي بحبها. في مهنه تانية بحبها هي بقطف ليمون. بحب اقطف ليمون، او بشوف هول بقطف ليمون بالبساتين بيكونوا عايشين بكويخ هونيك لحالهم، ما بشوفوا بشر. بحب هيك شوية كلاب هونيك بتبقى موجودة. بس أي ممثلة بتحب تحضرها كمشاهد على الشاشة بالمسلسلات؟ كاترين زيتا جونز. هربت على الشيء الأجنبي. أنا كان بدي حدا بلبنان. لبنان كتار في بحب أحضرهم على الشاشة. ندى وفرحات بحب أحضرها على الشاشة. كارول سميحة. أي متى بتقول للمنتج لا على عمل معين؟ خبرك شغلي، هلا ما عم برفض عروضنا شغلي. اولا العروض اللي عم نعرض عليه كلها ادوار منيحه، وصحيح اوقات بكون ضيف، اوقات بكون دور صغير، اوقات بكون هيك، بس حتى الضيف وحتى الدور الصغير دور بكون مش سهل، صعب يعرضوا علي ان اعمله. وانا صرت بتمتع بالادوار اللي انا بدي العبها. يعني انا بلعب بالادوار بتسلى فيها، بتسلى. اوكي بس في سؤال العالم بيسالوا ليه مش بطوله، يعني ليه مجدي مش بطوله؟ لانه انا لعبت بطولات كتير، يعني اول ما بلشت لعبت بطولات كتير. شو بعدين ليك البطل ممكن يكون هو هذا جواب رح جاوبك اياه، جواب تقليدي بس هو بالنهايه جواب. هو البطل فيكون بمحله بطل، يعني فيكون انه انت عندك طله بتطل فيها بطل، فهي البطل مش البطل الاساسي. في البطل هو اللي بحضوره يعني بيترك تأثير عند العالم. بطل. شو حكمتك بالحياة؟ عندي أكثر من حكمة بالحياة. في عندي حكمة كتير بحبها، هي القافلة تسير والكلاب تنبح أو تعوي. بس هيدي فيها اللطشة في بصراحة. طول عمري هيك، لأنه طول عمري بدي أمشي لقدام وبطلع لوراي. اثنين، في آية بالقرآن الكريم بحبها كتير بتقول أما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حبيت المقابلة؟ حبيتك وحبيت الشباب. سريعة. أنا الشباب لك شباب الـ LBC. أنا بعرفهم عمر. عمر؟ إيه. فبس شوفهم هيك بتتدغدغ ذاكرتي والذاكرة الجميلة، ذاكرة الأيام الجميلة. حبيتك، حبيت المقابلة. شكرا كثير لكم. شكرا لك LBC. اي دايما بيتك. انطرونا هيك بقولوا. انطرونا.